سألت أحبابنا الذين هم يعيشون في أمريكا وغيرها ممن يتكلمون الإنجليزية على كلمة Godfather، فقالوا لي ليس معناها الأب الإله، إنما معناها الأب الروحي، هكذا عندهم. هذه الكلمة كلمة وحدة، مش معناتها God إله وFather أب، كل وحدة لحال. قالوا لي هذه معناتها الأب الروحي. هن عندهم تعرفوا الاستعمال اللي بيستعملوا كثير، بيقولوا مين الجاد فادر تبعك، مين يعني اللي هو متوليك معنويا، ابو الروحي لإلك، قول له فلان، بسميه له واحد. فاستعمالها على هذا المعنى ليس كفرا، لانهم لا يفهمون منها ان هذا الرجل هو اب اله او هو الهي وابي مثلا، ما بيفهموها، فما فيها كفر.